أول حاجة أنا شفتك إنك أنت لابس سلسلة، ولبس السلسلة محرم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واللعنة ترضى من رحمة الله. فأنا عايزك إنك أنت يعني تخلع السلسلة اللي أنت لابسها في رقبتك. إن شاء الله. الخطوة الثانية يا أخي الكريم، أنا عايزك دايما إنك أنت تحافظ على الصلوات المفروضة في أوجاتها، إن شاء خصوصا الله. يعني لو أنت صليت في المسجد، لأن الصلاة يعني سبحان الله هي العهد اللي بيننا وبين المشركين. وطول ما الإنسان بيصلي، طول ما ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه كنفه وحمايته، ومعنى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه كنفك وحمايته، كنفه وحمايته، معناته ان مفيش اي ضر يصيبك نهائيا، ولا اي مكروه يأثر فيك، وبمعنى صح تكون دايما بصحة وبعافية تامة، وده اللي انت بتحتاجه وده اللي انت نفسك فيه، صح؟ ثانيا، الحلقة اللي انت حلقها ديت حلقة قزع، وحلقة القزع ديت نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بحاول انك انت تظبط حلقة شعرك. طيب بص يا سيدي، قول بسم الله، بسم الله. غمض عينك. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت، هتبص تلاقي إن فيك شعريرة شديدة جدا في راسك، صحيح؟ مظبوط. وفي نفس الوقت هتبص تلاقي إن في تنميل مسك راسك كلها، صحيح؟ هتبص تلاقي كأن في شوك بينغرس في راسك من الجزئية اللي فوق، فوق، صحيح؟ دايما لا، قدام شوية، أيوة هنا، صح؟ قل آمنت بالله وحده، آمنت بالله وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالحي الذي لا يموت، واعتصمت بالحي الذي لا يموت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتني خلقتني وأنا عبدك، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، استطعت، ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء لك بنعمتك علي، قل وأعوذ بك من شر نفسي، وأعوذ بك من شر نفسي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي، أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله. بسم الله. الآن تحس إن في برودة في راسك، صح؟ مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، ليطهركم به، ليطهركم به، ليطهركم به. تحس إن راسك بتتغسل، صح؟ ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،
ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دلوقتي تبص تلاقي ان الصداع اللي عندك اختفى نهائيا، صحيح؟ مظبوط. اعمل راسك كده، ما في صداع. لا الحمد لله رب العالمين، راح كله الصداع حرارة، ده كان عندك ايه؟ حرارة كانت هون كان عندك الصداع ده بقاله كام سنة؟ تقريبا 3 سنين وشوي. ما كان يضيع بالأدوية، صح؟ لا لا شيخ، لا 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 بالأدوية، بس المشكلة كنت عم فكر إنه بفكر كثير تفكر في ايه؟ بهالدنيا، بهالوضع اللي احنا فيه، بهالهجرة اللي احنا فيها، بهال فرج الله كربك. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ومهما كانت الحياة فيها شدة فلابد أن يأتي اليسر، إن مع صح. العسر يسرا. ففرج الله أمرك. لكن لا الآن رأسك الحمد لله هديت، صحيح؟ الحمد لله، ايه راح الصداع كله. ما في صداع نهائيا، صح؟ لا الحمد لله رب العالمين. طيب أنت مش عايز تفكر مرة ثانية؟ والله ان شاء الله. ايه انا بقول لك انت مش عايز تفكر مره تانية، عايز راسك يبقى بص كل ما تفكر في حاجه تبص تلاقي نفسك انك انت تايه، يعني بمعنى صح تمنع التفكير منك نهائيا. والله يا ريت. طيب تعرف تبص هنا، تبص عندي هنا في الجبهه هنا، قول بسم الله. بسم الله. قول بسم الله كمان مره، بسم الله. قول بسم الله كمان مره. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، حاول إنك أنت كده تفكر في أي حاجة كده، هتبص تلاقي نفسك مش عارف تفكر وفي كهرباء في راسك، كأن في يعني حاجة بتصدك كده. أي حاجة تفكر ايه كأنه شيء بعدني عنها او شيء. مزبوط راسك فاضية خالص، صح؟ مزبوط. فكر ايه سبحان في الله. أي حاجة، ها؟ فكر ما في. هلا عم ايه عم فكر بشغلة، بس هيك تحس انه شيء يبعدك او مثل يعني انت ماشي كده تبص تلاقي نفسك رايح كده، ماشي كده تبص تلاقي نفسك رايح كده، رايح كده تبص نفسك راجع كده. مزبوط. خلاص يا سيدي انتهت المشكله بتاعتك. اهم الله حاجه خير. بس نعيدك انك انت تحافظ على صلاتك المفروضه وتتقرب من الله جل وعلا. طيب الله خير يا شيخ. السلام بارك عليكم. الله فيك. وعليكم السلام. على فكره يا شباب، اي حد كان عنده اذى في راسه برضه يعمل نفس الطريقه ديت، وهتختفي من عنده جميع الاعراض اللي كانت موجوده عنده باذن الله جل وعلا. احنا كده يعني سبحان الله، يعني انا مش عايز اقول احنا كده وصلنا لنهاية البث، لان يعني